بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله. وقلنا إن هنا شرطا وجوابا، ولكن الجواب دائما لا بد أن يكون استقباليا، إن ذاكرت تنجح. يبقى النجاح بعد المذاكرة، لكن هنا كما قال المستشرقون النص يخالف القاعدة، لأن الله يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. إذن فنصر الله سابق على الشرط، ومن عادة الجواب أن يتأخر زمنه عن الشرط. ظنوا لأنهم لم يأخذوا العربية ملكة وإنما أخذوها صناعة، وفرق بين أداء الصناعة وأداء الملكة. إذا قلت مثلا لتلميذ زهى وتكبر بنجاحه، فقلت له إن كنت قد نجحت فقد نجح قبلك فلان، يبقى نجاح فلان اللي جاي جواب الشرط ده كان زمنه متى؟ هو ده مش جواب الشرط، ولكن ده دليل جواب الشرط. إن تكن قد نجحت فلا تتعجب ولا تزهو ولا تتكبر، لأن فلان قد نجح قبلك. ها هنا كذلك، إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فسينصره الله، بدليل أنه نصره قبل ذلك. فإذا هذا ليس جواب شرط، وإنما هو دليل الجواب. ودليل الجواب حين يكون ماضيا يكون أدل على الوثوق من الجواب حين وجود الشرط. الله نصره في أشياء كثيرة، فحين دعاهم الله لينفروا وتثاقلوا قال لهم أنتم تتثاقلون عن الجهاد لماذا؟ أتظنون أن جهادكم هو الذي سينصر محمدا وينصر دعوته؟ لا، إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله. والدليل على ذلك أن الله قد نصره في مواطن كثيرة، وأهم موطن في موطن الهجرة، لأن الله نصره برجل واحد هو أبو بكر، ونصره بجنود في بدر. إذن فسابقة النصر من الله لرسوله سابقة ماضية، فليست هي الجواب وإنما هي دليل الجواب. إلا تنصروه فقد نصره الله. نصر الله له ثلاث ظروف معانا هي في إذ وإذ وإذ. نصره الله متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. ثلاث أزمنة: زمان الإخراج أدي واحدة أخرجه الذين، ثانية اثنين، وإذ هما في الغار أدي زمن ثالث، وساعة يقول لأبي بكر لا تحزن أدي أزمان ثلاثة. إذن فالنصر جاء في ثلاثة أزمنة: نصر ساعة الإخراج، ونصر ساعة الوجود في الغار، ونصر ساعة قال لصديقه أو لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كل واحدة منها يجب أن نتذكرها. إلا تنصروه فقد نصره الله وقت إيه؟ إذ أخرجه قومه. أخرجه قومه، نعم، وهل أخرجه قومه أم أخرجه ربه؟ قال لك لأن قومه بعنادهم له وتعنتهم أمام دعوته اضطروه إلى أن يخرج، ولكن الحق سبحانه وتعالى رد على هذا الإخراج منهم بأنه لن يخرجوه وإنما أخرجه ربه. أخرجوه ليعزلوه، هذا مرادهم، يخرجوه ليعزلوه، فأخرجه الله لتنساح الدعوة. يبقى الحق سبحانه وتعالى قال لهم أنتم تريدون إخراجه بتعنتكم معه، أنا لن أمكنكم من إن كنتم لتخرجوه، أنا أخرجه، ولكن أنتم كنتم تخرجونه مخزولا وأنا أخرجه منصورا مدعوما بالأنصار. وقالوا إن الهجرة هذه كانت توأم البعثة،
يعني البعثة المحمدية جاءت ومعها الهجرة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ماذا قال؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قبل لسه المسألة لسه بيثبت النبوة إيه؟ وجاء إنه قال له مخرجيهم، قال له إيه؟ ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا إيه؟ إلا هيخرجوك ويعملوا ويعملوا. إذن فالهجرة كانت إيه؟ وهي البعثة، يعني لم يستثبت البعثة إلا ومعها فكرة الهجرة. إذن ففكرة الهجرة فكرة مسبقة مع البعثة. ليه؟ أم قال لك لأن البعثة هي الصيحة في أذن سادة قريش، وسادة قريش هم سادة الجزيرة، فالصيحة بالحق وبالتوحيد كانت في أذن مين؟ في أذن السادة. لأنه لو صاحها في أذن قوم ليسوا سادة من قبيل العرب لقالوا استضعف قوما فصاح فيهم، لا، إنه صاح في أذن مين؟ في أذن السيادة في الجزيرة العربية كلها. ولكن الله شاء أن لا ينصره بمكة. ليه؟ أم قال لك لأن قريشا ألفت السيادة على العرب، فإذا ما جاء واحد عايز يجيب الدنيا كلها تبقى مسلمة يقول لك نتعصب له لنسود به الدنيا كما سدنا به الجزيرة. فأراد الحق أن يقول لا، إن الصيحة في أذن السادة، ولكن النصر والانسياح الديني لا يكون في هذه البلدة أبدا، إنما يكون من بلد آخر. ولذلك قلنا زمان تلك تشهد أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد. ويلاحظ في أمر الهجرة أن الاسم هجرة، لكن فعلها في كل الأمر هاجر وهاجروا، لأن هجرة ثلاثية، كان يبقى من ايه؟ تيجي من الثلاثي من هجرة، علشان يفيدك ان رسول الله لم يهجر مكة وانما هاجر، والمهاجرة مفاعلة من جانبين، فكأن قومه اعنتوه فخرج، تبقى المسألة جاية من مين؟ منهم بمنبع. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني يعني ألجأوه للإيه؟ للخروج. ثاني اثنين إذ هما في الغار، الإخراج نفسه فيه نصر. ليه؟ لأنه خرج لوحده، أبو بكر كان بيستناه بره وخرج لوحده، والحصار من جميع قبائل العرب شبان عندهم جلادة وإلى آخره معهم سيوفهم عايزين يضربوا ضربة رجل واحد، واقفين بقى متربصين كده على الباب، يوم يجي يعمل إيه؟ يوم ينطر التراب على عليهم كده والأبصار بتاعته تخشى، أدي نصر. كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لهم أنهم لن ينالوا من محمد لا بتآمر خفي ولا بتساند علني. التآمر ما فيش فايدة، هي المسألة منصورة. نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين، وبعدين تاني حتة إذ هما في الغار، برضو في نصر إذ هما في الغار. إيه النصر اللي جيه في الغار؟ أم قال لك طيب أهو ابن كرز بتاع خزاع الدليل بتاع قريش اللي بيتتبع الأثر جاء عند الغار وقال هذا قدم محمد وهو أشبه بالقدم الذي في الكعبة، يعني قدم إبراهيم، وهذا قدم أبي بكر أو قدم ابنه، وهم كان عندهم قيافة يعرف القدم ده بشكل إيه وده القدم ده بشكل إيه، وما تجاوز هذا المكان إلا أن يكون قد صعد إلى السماء أو أدخل في الأرض. مش ممكن يكون فيه حاجة تانية بذكر، مش ممكن. طيب قول لي لما إذا كان ابن كرز قال لهم المسألة انتهت هنا بقى، ما كانش حد منهم يفكر يقول لازم ننقب حجر حجر عن الحتة دي ما دام الأقدام انتهت إلى هنا، كان يجب يعملوا إيه؟ كان يجب يعمل، لأنهم حتة السماء دي ما يصدقوهاش لأنه فاهمينه بيكذب، يبقى ما فيش إلا إنه الأقدام انتهت هنا. طب كيف لم يتهيأ لهم إنهم ينقضوا الجبل ده حجر حجر والغار يدخلوه؟ ما حدش يدخل، مسألة مش طبيعية. هذا نصر. ولذلك لما جاء رجل منهم وأخذ يبول ف
فجاء بعورته قبالة الغار. فسيدنا أبو بكر السبب قال يا رسول الله إنهم رأونا. ليه؟ لأن واحد قعد عشان يبول. فقال رسول الله بفطنة النبوة: لا، لو رأونا ما استقبلونا بعوراتهم. فطنة نبوة استقبل ده دليل على ان برضو العربي كان ايه، كان يأنف ان عورته ايه تبان. او دي كرامة لمحمد ان لا يريه عورة غيره، خدها زي ما تخده اهو. على كل حال فيض الهامي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وبعد ذلك يجي مثلا الايه، الحمام يبيض، العنكبوت يعشش، يوم يجي سراقة ابن مالك كله، ولو دخل واحد الغدا كان كسر البيت. او هتك هذا النسيج من العنكبوت، وان اوهى البيوت لبيت الايه، يعني ما حاجه كده تروح خرقها من السور. هو صحيح اوهى البيوت لبيت العنكبوت، انما ربنا عمله عشان يعمل ايه؟ ده ربنا بده يعمل فيهم نكاه، ان يصدهم باوهى البيوت، يصدهم باوهى الايه، باوهى البيوت. لما نسج الغار قال لك ان ده اكتر من الفولاذ، قدرة ربنا خلته ايه؟ اقوى من الفولاذ. يبقى ده حاجة عجيبة. وبعدين الحمام يبيض، والحمام ده مشهور بالوداعة، ان اهيج يهاج ما اهيجش. يبقى سراقة وقفت مسألته، وقفت لا خلاص ماليش فيها، ماليش فيها صرفة. ادي النصر الزومة في الغار. وبعدين النصر قال: اذ يقول لصاحبه. هناك نصر حسي مادي اللي سبق في الاخراج وفي وإذ هما في الغار، إنما أراد الله أن يقول وهناك نصر نفسي ذاتي. النصر النفسي ذاتي إيه؟ إن مسألة سيدنا أبو بكر لما يشوف كده يقول لو واحد منهم نظر تحت قدميه لرآنا. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم بثقته بربه يقول إيه؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كيف ينسجم هذا كرد على مسألة أبي بكر؟ أبو بكر بيقول له لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. كان الرد يقول إيه؟ لا، إنهم ولو نظروا لا يرونا. مش كده الرد؟ لأن اللي بيخيف أبو بكر إيه؟ إن واحد يقعد تحت كده يشوفني. كان الرد الطبيعي يقول له لا، لو قاعد برضو واحد تحت مش هيشوفني. لكنه جاء باللازم الأعلى، قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. ما وجه ذلك في الرد؟ ما داموا في معية الله والله لا تدركه الأبصار، فمن في معيته لا تدركه الأبصار. مش ممكن. شوف الرد جاي ازاي كده. فساعة بيقول له ايه، يبقى دي ابو بكر شوية يعني المسألة ايه، ام قال له لا تحزن، ان الله معنا. ان الله، وما دام الله معنا يبقى المسألة بتاعت البشر دي ايه، ان كنتها ايه، ان كنتها جانب. ادي نصر ايه، نصر اخر. لا تحزن ان الله معنا كلمة من رسول الله، الذي تعود ابو بكر منه الصدق في كل ما يقول. اذا قال يبقى خلاص انتهت المسألة، مش عايزة نقاش. ولذلك لما قالوا له يحدثنا انه ذهب الى بيت المقدس وطلع للسماء، قال ان كان قال فقد صدق. تبقى المساله ان يقول. فحين يقول لا تحزن ان الله معنا، ابو بكر يعمل ايه؟ ده مساله يعني وقع. يوم لازم ما يحزنش. حزن ابي بكر، قال لك ان الحزن ابو بكر تفسروا منه كلمه واحده. ساعه ما دخلوا لقى ثقوب في الغار، ماذا صنع؟ يجيب من توب ويسد الصغور اللي في الهون. لما ما دخلش في التوب حته تتقطع عليها دوب سفر عوره بقى الحكايه، هتعمل ايه؟ يوم يجيب كعبه ايه ويضعه في غار. مساله عجيبه. يبقى اذا هو يريد ان يبدي رسول الله بايه؟ بنفسه. ليه؟ اما لك لان فقد ابي بكر فقد صحابي، انما ده فقد رسول. ان حصل له حاجه يقول لك الدعوه تنهدم. هذا ظن البشر. ظن الايه؟ ظن البشر. يقول له اذا فالحزن من ابي بكر لم يكن لذاته،
وانما كنا حزنا لمين؟ خوفه على محمد. ولذلك الجماعه اللي بيجوا تحت سيدنا ابو بكر وعايزين بقى يعني ينالوا منه شيء يقول لك هو حزن، وما دام حزن يبقى مالوش ثقه في الله ويعمل مش عارف ايه. يا شيخ هو حزن على مين؟ طب ده حزن علشان الرسول. والحق سبحانه وتعالى لما قال لا تحزن، قال له لا تحزن ان الله معنا، خلاص فانزل الله سكينته. ليه؟ لانه قال، وما دام قال يبقى كلام ايه؟ كلام موثوق به. انزل الله سكينته عليه. العلماء مختلفين في عليه دي على مين؟ ما دام انزل سكينه يبقى مش على اللي قلبه حصل فيه شويه كده، يبقى على قلب محمد ولا على قلب ابي بكر؟ ولكنهم قالوا ان الضمائر كلها تعود الى رسول الله، يبقى انزل الله سكينته على مين؟ نقول له لا، المعاني دائما القرآن لما يجي في المعاني يخلي للفكر الصائب وللبصر النير مدخل، يقول صحيح هي الضمائر تعود على اقرب، بس كل ضمائر واحده. الا تنصروه اي محمد، فقد نصره اي محمد، الله اخرجه محمد، كلها لمين؟ ضمائر لمحمد. وبعدين تيجي فانزل الله سكينته ايه عليه، يقول لي ما تشوف اللي فصل بين الضمائر دي ايه، اذا كله صعب. لا تحزن ان الله معنا، يبقى رد لا تحزن ان الله معنا ايه؟ لازم تدي للقاء السكينه. يبقى اذا الضمير يعود على مين؟ وايده بجنود لم تروها، ايده بجنود لم تروها. طب احنا ايده باشياء كثيره جدا، اولا بالحمام وبالعنكبوت وبانهم ما شافوش وما مش عارف ايه. ام قال لك لا، ده دي اللي انت شايفه، لكن ايده بجنود لم تروها. ساعه ما يجي الكفار يقول لك انتهى الاثر هنا، اهو من جنود الله انه يديلهم غفله فلا يتنبهون، ان ما دام الاثر انتهى هنا وليس له مخرج من هذا الا ان يصعد الى السماء او يخرق الارض، كان يجب انهم يعملوا ايه؟ اهو ربنا طمس على ايه؟ طمس على قلوبهم. يجي مثلا بعدين سراقة بن مالك والارض تروح ايه؟ واخد قوائم فرسه، وما يعلم جنود ربك الا ايه؟ الا هو، وما هي الا ذكرى ايه؟ للبشر. اذا كل شيء من جنود الله. طب اليس من جنود الله ان يسخر الكفر لخدمة نبي الهدى؟ نعم. الكفر نفسه. طب مين اللي كان بيدلهم على الطريق؟ اللي بيدلهم على الطريق ابن أريقط. ابن أريقط ده كان كافر لسه، بقى نبي الهداية الذي يهدي إلى الحق، يجي يهديه إلى الطريق كافر. بقى الكافر ده ما كانش يغريه أن يأخذ الجعل لنفسه، كان يقدر ولا ما يقدرش؟ إنما ماذا أدخل الله على الكافر حتى يكون أمينا في هدايته للطريق؟ مسألة ما حدش يعرفها إلى الآن، ما حدش يعرفها. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هم كانوا عايزين يعملوا ايه؟ هم عايزين يطمسوا الدعوة بايه؟ يا يقتلوا النبي، يا يثبتوه، يا يخرجوه عشان الدعوة ايه؟ تنطمس. يبقى هم كان غرضهم كده. ام قال لا، انتوا كنتوا فاهمين ان الباطل يعلو، لا انا هجعل الباطل في ايه؟ في اسفل، واجعل الحق في اعلى، واجعل النصر من حيث اردتم اخراجه. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. طب لا يجعلها سفلى إلا إذا كانت في وقت ما عليا، ما اللي يجعلها سفلى إزاي؟ يبقى كانت في وقت ما إيه؟ عليا. أم قال لك ما هي عليا دي عليا الزبد، عليا إيه؟ الزبد. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك حينما ضرب الحق مثل للحق قال إيه؟ قال ايه؟ فسالت انزل من السماء ايه؟ ماء، فسالت اودية بقدرها. كل وادي خد على قد خلقه، الصغير خد ميه كتير والكبير. طيب فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ما تشوف السيل جاي كده يقوم يكرس القش والمش عارف والغساء والبتاع ويعملها زي الرغاوي كده. كل شيء خفيف ملوش كثافة، يعني كثافة المية اعلى منها يقوم ايه؟ يطفو. لكن ايظل الزبد هذا عاليا؟ لا، ده تلتفت الايه تركن كده في الجناب والايه وبانت الايه ميه. كذلك يضرب الله الحق والباطل، اما الزبد فيذهب ايه
جفاء. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. طب وايه ما يكون هو جعلها سفلى يبقى لازم كانت فيها علو، بس علو الايه؟ علو الجبل. ادي واحد. طب وليه الحكايه دي؟ قال لك لانه لو كان سافلا دائما وانتصر عليه الاسلام ما تبقاش حل. لا ده يخليها عالي كده عشان الاسلام الضعيف ده يجي ايه ينتصر، وما دام ينتصر على العالي ويخليه اسفل يبقى فيه قوه ايه؟ قوه ثانيه سنداه. لكنه ساعه جاء بالمقابل، شوف اسلوب القران بقى، وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا. النسق الادائي يعني لو في غير القران يقول وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله العليا. كلمه الله العليا مش جعل، ده لزوم وثبات. ما كانت في يوم ما سفلى حتى تصبح عليا، بل هي عليا دائما، ولذلك لم يعطفها عليها ينصب، لا، قال وجعل كلمة الذين كفروا سفلى. لو قال وكلمة الله العليا أي وجعل كلمة الله العليا، يبقى كلمة الله العليا كانت سفلى وبعدين جعلت إيه؟ يقول له لا، كلمة الذين كفروا كانت عليا، عليا الزبد، وبعدين عملها إيه؟ سفلى. لكن كلمة الله عليا دائما، ولذلك قال وكلمة الله هي الإيه؟ هي العليا. والله عزيز. الله عناد عايزين يقتلوه يثبتوه يخرجوه ويتتبعه ويعملوا جعل ومش عارف ايه بتاعه، ولا مع ذلك محدش ظفر منه بحاجه. ليه؟ لانه في حضانه الذي لا يغلب فناسبت كلمه عزيز. العزيز هو الذي لا ايه؟ لا يغلب. والله عزيز وعزته مبنيه على الحكمه، لان في واحد يبقى عزيز بجبروت، انما ده عزه بايه؟ عزه بحكمه. ما دامت المسألة كده وأقاضه الأمل من إن كنتم إن لم تنفروا وتساقلتم عن الجهاد، فأنا بقول لكم إن ربنا حي إيه؟ نصر نصره. شوفوا 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 لكم صرفة. فلما عرفتوا كده انفروا بقى خفافا وثقالا، أنا بينت لكم الموضوع أهو. طب لما يكون بين الموضوع أنهم ليسوا في حاجة إلى من يعينوا على نصر، وما دام النصر من ربنا، يجي يمر لهم تاني ليه؟ انفروا خفافا وثقالا. يقول لك لان يمكن المساله مضببه في اذهانهم، فربنا برضه بيفتح لهم باب الايه؟ الباب في الوصول اليه. ليه؟ لانهم خلق الله وعياله، ويريد منهم ان يكونوا جميعا ايه؟ مهديين. احنا مش قلنا ان ربنا يفرح بتوبه العبد كفرحه احدكم ببعيره اذا ضل منه في فلاه؟ ما هم عبيده، عبيده يحب لهم ايه؟ مش قلنا كده ان السماء قالت يا رب اذن لي ان اسقط كسف على ابن ادم، والبحر قال غرقه، والارض قالت انشق وابلعه؟ مش قالوا كده؟ ماذا قال الله لهؤلاء؟ قال لهم يا رب دول اللي عملوا خدوا خيرك ومنعوا شكرك ولا امنوش بيك. قال ايه؟ دعوني وعبادي لو خلقتموهم لرحمتموهم. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. برضه هقعد إيه؟ أحايلهم وعالجهم كده. أهو ده علاج. بعد ما يقول إلا تنصروا فقد نصره الله واستقلتم، بعدين ما يقول لهم كده يقول لهم انفروا إيه؟ خفافا وثقالا. إحنا قلنا الانفروا يعني معناه إيه؟ النفر الخروج إلى شيء بمهيج عليه. وشبهناها بالإنسان لما يكون بينه وبين إنسان ود، وبعدين ينفر منه. طب بينفر منه ليه؟ لازم حصل منه شيء يهيج على الخروج عليه. انفروا انفروا. ايه اللي يهيج على النفور؟ انكم ترفعون كلمة الله، وحين ترفعون كلمة الله ترتفعون بها. مش هي مرفوعة، بس احنا عايزينكم ايه؟ ترتفعوا بها. ارتفعوا بايه؟ بكلمة الله. ففتحت لكم الباب، قل انفروا. الأمر الأول كان أمر عام، انفروا خفافا وثقالا. انفروا خفافا. الخفيف هو الذي لا تتعبه الحركة، والثقيل هو الذي تتعبه الحركة. طب انفروا خفافا وثقالا، نشوف إيه اللي يدي الخفة وإيه اللي يدي الثقل. إذا كان إنسان صحيح يبقى خفيف في الحركة ولا لا؟ طب وإذا كان مريض؟ تكل على الحركة. انفروا خفافا وثقالا، اي صحاحا وايه؟
مرضى، مفيش عذر لكم. قال له طيب مش صحيح هيطلع علشان يحارب والمريض يعمل بيه ايه؟ اما قال لك يا اخي ما هو زي ما قال سيدنا سعيد بن المسيب، قال ايه؟ قال له ربنا عذرك واقعد عن القتال، هتعمل ايه انت في المعركه؟ قال والله اكسر سواد المسلمين واحرس امتعتهم. اي حاجه يعمل. طيب مش صح انه صحيح الجسم وده مريض الجسم انما عنده صحه عقل؟ برضه يشير بمساله. مش صح انه يكون مريض ولكنه اسوه في قومه، فاذا ما خرج مثلا للقتال يبقى ده يهيج الباقي يخرج للايه؟ للقتال. مش صح انه يهيج الاقوياء اللي عندهم كسل، لو اذا كان الضعيف ده وطلع يبقى استحي. يبقى اذا برضه خروج الضعيف انفروا خفافا وايه؟ وثقالا. خفافا وثقالا، ذات واحده خفيفه وثقيله، ولا ذات خفيفه وذات، يعني فرد خفيف وفرد ثقيل، ولا الفرد الواحد يبقى فيه الوصفين؟ انفروا هذا امر للجماعه، وخفاف برضه جمع خفيف، وثقال جمع ثقيل، يبقى مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه ايه؟ لينفر كل واحد منكم خفيفا وثقيلا. ان كنت عايز الذات الواحده، يعني الذات الواحده جمعت الايه؟ الوصفين الاثنين. قابل الجمع انفروا امر لجماعه، خفافا ادي جماعه، ثقالا ادي جماعه، مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه احاد. زي ما قلنا الاستاذ يدخل على الطلبه ويقول اخرجوا كتبكم، يعني ايه؟ ليخرج كل واحد كتابه. تبقى مقابله الجمع بالجمع، اركبوا سياراتكم، يعني كل واحد يركب ايه؟ سيارته. تعالى بقى انفروا، لينفر كل واحد منكم ثقيلا وخفيفا. طب ازاي يبقى ثقيل وخفيف في ان واحد؟ ذات واحده تبقى ثقيله وخفيفه. ام قال لك خفافا اي ذو نشاط للجهاد، وثقالا داخلين على مشقه لان كتب عليكم القتال وهو ايه؟ ولا ان تدخل وهو كره وتضحي بالكره ده وتوصل انك تخرج، يبقى ده اوقع في الايمان ولا اوقع في الايمان؟ ان كانت امر خفيف تبقى سهل قوي، نقول له انفر ايها المحارب لتكون كلمه الله خفيفا وايه؟ يعني اجمع بين الخفه والثقل. في ايه؟ الخفيف عندك في الخروج نشاط، وثقيل يعني ايه؟ يعني افهم انك مقبل على ايه؟ على مشقه. او خفافا يعني بعضكم خفيف وبعضكم ثقيل. طيب قلنا الخف هذا الصحه والمرض. طب مش صح اللي عنده دابه يبقى خفيف عليه ان يذهب الى، واللي راجل يبقى ثقيل عليه؟ قال طب خفيف من العيال ما عندوش عيال، ثقيل عنده عيله كبيره، يبقى خفافا وثقالا كل شيء يدعو الى النشاط وكل شيء يدعو الى الايه؟ الى الثبوت. والى لقاء اخر ان شاء الله.